أحسن الله إليكم. أم أنس من حائل تقول: يا فضيلة الشيخ صالح، هل النساء كحكم الرجال في المسائل التالية: في أجل انتظار الصلاة في بيتها وعلى مصلاها، في البقاء بعد الصلاة في مصلاها؟ ثانيا، نعم، إذا جلست تنتظر الصلاة فلها أجر المصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباع الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، نقل الخطى إلى المساجد، وإسباع الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. وهذا عام للرجال والنساء. نعم.